السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وليد أولي درجة. لكم فيديو جديد، وإن شاء الله في هذا الفيديو شباب راح نستكشف مع بعض بيت الرعب الموجود في لعبة جي تي اي سان أندريس. طبعا شباب هذا عبارة عن مود، وراح أضع لكم رابط تحميله في صندوق الوصف اللي يريد يجربه. وطبعا في نهاية الفيديو راح أوريكم طريقة التركيب. الآن راح نستكشفه مع بعض. طبعا شباب قبل لا نبدا، الله يسعدكم، لا تنسوا اللايك الاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. الله يسعدكم، يلا نبدا شباب. طبعا مكان البيت شباب، بيت الرعب موجود هنا في هذه المنطقة. راح نذهب اليه بسرعة باستعمال مود التليبورت. راح نتنقل بسرعة. يو، حصلت على 4 نجمات، لا ادري لماذا. اين هو البيت؟ راح انزع النجمات شباب، بعدها راح استكشف مكان وجود البيت. هكذا. يو، اتت الشرطة، تشوفون اين هو؟ خلينا نستكشف شباب. واو، وجدته. راح اضعه شباب في الليل لكي ندخل الجو مع بعض، جو الرعب. راح اضعه في الليل شباب هكذا. يو، والله مود رهيب. الان هي الساعة 10:30 ها، تشوفون شباب في الوقت. واو، طبعا احضرت معي كاميرا للاستكشاف والتقاط الصور. يلا نستكشف مع بعض. طبعا هناك بيت نص خارج هنا ونص تحت الارض، لا ادري لماذا. خلينا نلتقط له صورة. واو، الان خلينا نستكشف شباب. هناك هذه الشجرة. واو، ها هو شباب البيت، تشوفون. واو الصراحة مود مرعب صح. تشوفون. هل نستطيع الدخول اليه او لا؟ هيا نستكشف. لا نستطيع الدخول اليه للأسف، لو نستطيع والله راح يكون اسطوري. يو، تشوفون شباب، وهناك القمر، ها هو، تشوفون، والله اطلالة رهيبة للقمر. يو، تشوفون شباب، والله شكله رهيب هذا المنزل الرعب. خلينا نستكشف ماذا يوجد هنا ايضا. هناك هذا البيت الصغير، بيت مهجور. واو، وهنا ماذا يوجد؟ لا نستطيع الدخول للأسف. هنا ايضا لا نستطيع الدخول. واو، تشوفون شباب، هو بيت قديم من البيوت القديمة، ها تشوفون. واو، خلينا نلتقط له صورة. يلا نبعد الى هنا ونلتقط له صورة، لانه هذا المنزل مرعب الصراحة. اوه، لاحظتم شباب، لاحظتم شيء، هناك مقابر امامه، تشوفون. اوه، والعياذ بالله، الصليب، اعوذ بالله. وهناك مقابر، ها تشوفون شباب، مقابر في كل مكان. اتوقع ان هنا يوجد قاتل مأجور يقتل الناس لتأتي إلى هنا للغابات للتنزه، يقتلهم بعدها أتوقع يدفنهم هنا، أو لا أدري. أتوقع هي مقبرة هنا موجودة من قبل، والله الصراحة لا أدري. المهم ها هو البيت شباب، خلينا نشوف من وراءه ماذا يوجد. يو، تشوفون شباب وراءه ماذا يوجد. واو، هناك مقابر كثيرة. أو تشوفون ماذا يفعل هذا الرجل هنا؟ واو، وهذا أيضا، هذا العجوز ماذا يفعل هنا؟ أتوقع هذا من سكان هذا بيت الرعب شباب. واو، والله هذا البيت مرعب. ها تشوفون ماذا يفعل هنا في المقبرة في الليل على الثالثة صباحا؟ ماذا يفعل هنا؟ هاي ماذا تفعل هنا؟ هاي ويهرب، اين هو الذاهب؟ واو، والله مود غريب شباب ومرعب. وهناك بيت، هناك عفوا، هناك قبر مفتوح، تشوفون شباب. واو، ما فيه ولا شيء داخله. يو، بديت اخاف والله، مود مرعب حق، والله مود مرعب شباب. المهم شباب، اتوقع استكشفنا البيت مع بعض. الان راح اخليكم مع طريقة تركيب مود البيت، بيت الرعب. يلا شباب، راح اخليكم مع طريقة التركيب. يلا،
طبعا شباب تدخلون على برنامج زار شيفر، بعدها تروحون الى الداونلود طبعا، وراح تلقون المود، مود بيت الرعب في لعبة جي تي اي اس اي للاندرويد. راح نضغط عليه ضغطة عادية، بعدها عرض، بعدها يطلع لنا هذا الملف، ملف الداتا. راح نضغط عليه ضغطة مطولة، بعدها نسخ، ونروح الى ذاكرة الجهاز، بعدها اندرويد داتا، بعدها الى ملف اللعبة طبعا، بعدها فايلز، ونلصق الملف هنا شباب. نضغط على الدائرة الخضراء اللي في الأسفل على اليسار هكذا. بعدها إذا ظهرت لكم هذه اللافتة، ضعوا هنا علامة صح واضغطوا على استبدال هكذا. بعدها مبروك عليكم مود بيت الرعب. اذهبوا إلى المكان اللي وريتكم في الخريطة، وإن شاء الله راح تلقون البيت. المهم شباب، وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم. وفي الأخير لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. وطبعا شباب، إذا تريدوني أجرب أي مود أو مود رعب أو أي مود يعجبكم، أتمنى تكتبوا لي اسمه في التعليقات. ويلا شباب، مع السلامة. When you feel it's hopeless, when you think that you